اغلب الانديه وما زالت للاسف شديد عشان طبعا كثر الاختبارات اللي بتيجي كل سنه بيكتفوا بموضوع التقسيمات عشان فطبعا بيتظلم ناس كتير جدا جدا في موضوع التقسيمات ده لانه بتبقى الاعداد كبيره جدا والناس حتى اولياء الامور لما تسال اي حد يقول لك ده الراجل ما شافنيش انا ما لمستش الكوره وحد تاني يقول لك انا جبت 5 تجوال وعملت 5 اسيست والكلام ده كله طبعا اغلبه عاري من الحقيقه في ظلم برضه على بعض اللعيبه مش ممكن هتكتشف الموهبه بتاعت موهبه عشان تكتشفها 0.5% يعني في كل 200 لعيب عشان تجيب التالنت الموهوب ده الموهوب وكل يمكن 200 لعيب هتطلع لعيب فطبعا عايزه تركيز كبير قوي طبعا رغم اللي بيتعمل لجان وتعمل يعني اوقات كتيره جدا عشان شاف الناس احنا جالنا الصيف اللي فات ده اكتر من 12,000 ناشئ الحقيقه بس هل 12,000 ناشئ دول هيلعبوا كره كلهم يعني او هيوصلوا للفريق الاول او يمثلوا منتخب مصر طبعا لا طبعا بنتوجه هنا طبعا كمكان تربوي ان انت بتربي وبعدين تعلم واللاعب اللي موهبته بقى هتزيد او اللي كان مجتهد وهيتطور مستواه ده اللي بنكمل معاه عشان نصرف عليه والنادي يصرف عليه عشان يفيد النادي ويفيد نفسه الاول عشان بعد كده يمثل الفريق الاول او يحترف من خلال طبعا التسويق او من خلال الاعاره ومن خلال الكلام ده كله. محمد صلاح مش ظاهره بس يعني طبعا ظاهره وبقى يمثل دلوقتي ايقونه او اسطوره لمجموعه كبيره جدا الناس كلها بتبيع اللي وراها واللي قدامها دلوقتي عشان تقول محمد صلاح وطبعا اللي هو طبعا مشرف مصر ومشرف الدول العربيه والافريقيه كلها يعني انما مصر مليئه بالمواهب، مصر كلها مواهب. ولو بصيت حتى على الانديه الكبيره اللي بتهتم بالقطاعات الناشئين زي الاهلي والزمالك والمقاولين والاسماعيلي وانبي مش عايز اقول انديه اكتر من كده كتير لان اغلب الناس دلوقتي يعني بتهتم بالناشئين عشان تطلع لعيب على مستوى عالي بيخدم نفسه بيخدم ناديه ويخدم بلده كمان في الاخر فمصر مليانه محافظات مصر يعني مش الانديه بقى محافظات مصر مليانه كمان وفي محافظات ولاده في مصر معروفه زي الشرقيه وزي الداهليه المنصوره يعني وزي المنيا وزي يعني الغربيه اللي جاي منها محمد صلاح وغيره يعني في حتى لغايه اسوان من اسوان لغايه لكل مكان في مصر لعيبه مظلومين في موضوع الامكانيات موضوع الملاعب موضوع المدربين المؤهلين طبعا احنا الاتحاد يعني ابتدى من فتره طويله بيعمل الدراسات الاساسيه او رخص سي وبي واي والكلام ده كله انما ده كلام مهم جدا ممكن تلاقي الكلام ده في العواصم الكبيره انما في الاقاليم بتلاقي للاسف الشديد ناس يعني ما خدتش الاسس التربويه السليمه في التعليم وده كل ده بيكمل بقى مع الاعداد القليله كمان في المسابقات اللي بتتعمل حتى للناشئين طبعا الاتحاد كان يعني الحقيقه كان في وهج تنظيمه للكلام ده في قطاع البراعم والقطاعات مستمرة دلوقتي موضوع القطاعات الحقيقة على مستوى الجمهورية وإنما قطاع البراعم يعني الحقيقة سابوها للمناطق بقى كل منطقة تعمل يعني اللي شايفاه في سبيل يعني إنجاح سياستها يعني فطبعا اتحاد نجح جدا مشروع قطاع البراعم اللي هو اتلغى ده للأسف وإنما مستمرين في القطاعات وبعد كده الاتحاد الكورة كمان يعني مهتم بكل قطاعات الناشئين في من اول الاشبال والناشئين لغايه فريق المنتخب الاولمبي زي ما حضرتك شايف قبل يعني مرورا لغايه الفريق الاول يعني. فالاتحاد بيقوم بدوره بس طبعا الانديه برضه عليها دور كبير لان برضه زي ما قلت لك في الاخر برضه موضوع الامكانيات على الناس ككل يعني. للاسف يعني موضوع التزوير ده التزوير منتشر مش عارف يعني بس طبعا مش ممكن الاهلي هيزور رغم طبعا ممكن يحصل مش ممكن الاهلي هيزور مش ممكن انبي هيزور مش ممكن المقاولين هيزور مش ممكن الزمالك هيزور وممكن تبقى في حتت موجوده طبعا ما خلاص لا هياخد البطوله ولا هينافس على البطوله ولا يلعب على اي حاجه فده بقى ممكن يزور لانه محدش هيشتكيه في الاخر ده واحد الموضوع الثاني اللي هو كان موجود برده منتشر بقى يعني تقلص دلوقتي اللي هو التسنين لا التسنين طبعا كان موجود حتى موجود كان في الانديه الكبيره موجود لانه بتلعب انت مستوى الناس كلها عندك خلاص متساوي سواء في الجسم او السن والوش باين
انما طبعا كان في حد يعني للاسف كان الناس بتجيب بقى لعيب عشان تعمل تكافؤ فرص بين نفسه. وحتى احنا الظاهره دي يعني وقفناها سنه 2004، كنت انا وكابتن بدر رجب في النادي الاهلي وكابتن امام محمدين، كنا عاملين لجنه كده، لجنه شرف يعني، اي حد بينزل من ثلاث فرق والاربع اي فرق من عندنا اللعيب ده كبير خلاص كلنا بنقول بالاجماع. طبعا حصل بقى بعد كده الاشعه بتاعت العضد والكلام ده كله عشان موضوع التسنين، انما برضو ما زال موضوع التسنين ليه في ناس بقى في الاقاليم بخصوص الاقاليم بعيده بتسيب ولادها انت عارف سنه واثنين وساعات ساعات يعني ويسجلون بعد كده خصوصا المناطق النائيه اللي انت عارف. انما التزوير ده دلوقتي بقى صعب جدا، لانه كان زمان كل شهر تلاقي في المنطقه او في اي حاجه خناقات ويعني وشكاوى على موضوع التزوير. ببعت تحياتي للنادي الاهلي وكابتن وقناه الاهلي وكابتن اسامه حسني، وطبعا بهني على تعرف اي حاجه فيها عايزه الاشبال طبعا الناس بتحس برضه بالتقصير من ناحيه الاشبال او الاطفال زي ما حضرتك عارف، سواء في برامج في التلفزيون او في او الاشبال ككره قدم يعني. انما طبعا بحيي قناه الاهلي على هذا البرنامج، وبتمنى ان كل شبل يعني هيقع عليه الاختيار لازم يلتزم بقى بكل حاجه خاصه في دخل في الانديه الكبيره او الانديه الصغيره، لازم يبدا السلم من اوله، ولازم يكون عنده حلم، عنده دريم، عنده هدف،